هذا هو باب اليمن، أشهر الأبواب السبعة لمدينة صنعاء القديمة، وسمي بهذا الاسم لأنه يقود إلى الطريق المؤدي إلى المدن الرئيسية جنوب اليمن. من الداخل تبدو المدينة كمتحف حي اجتماعيا وتجاريا ومعماريا. لندخل ونرى. سمي هذا المكان قديما سوق الملح نسبة إلى السلعة الأساسية التي كانت تباع فيه، لكن مع مرور الزمن ذاب الملح وبقي السوق. هنا يباع كل شيء وأي شيء، جديد أو مستعمل لا يهم، المهم أنه رخيص الثمن. بين جنبات صنعاء القديمة عدد من الأسواق العتيقة كسوق النحاس وسوق الفضة وسوق الحناء وسوق الأخشاب، وهناك المزيد. من أبرز السلع التي تلفت الانتباه في هذا السوق الخنجر اليمني التقليدي، والذي يعرفه اليمنيون باسم الجامبيا. له أنواع عدة ترتبط عادة بالمكانة الاجتماعية، وتتراوح أسعاره بين ما يوازي 20 و100 دولار أمريكي، ولكن تلك الأسعار قد ترتفع إلى آلاف الدولارات للخناجر الفاخرة المزينة بالفضة والأحجار الكريمة. هذا المكان من صنعاء القديمة يعرف بغرقة القليس، وهو المكان الذي بنى فيه قديما ملك حبشة أبرهة كعبة ليحج إليها الناس بدلا من حجهم إلى الكعبة الموجودة في مكة المكرمة. وغرقة تعني باللغة اليمنية حفرة، وهو ما آل إليه المكان بعد أن هدمت كعبة أبرهة. من أبرز ما يلفت الانتباه كذلك في صنعاء القديمة النمط المعماري التقليدي الذي يشتهر به اليمن. لا عجب أن اليونسكو ضمت المدينة إلى قائمة التراث العالمي. يحار السائر في شوارع وأزقة صنعاء القديمة إلى أين يوجه ناظريه، فالمشوقات كثيرة، من أسواق إلى منتجات إلى عمارة إلى أناس إلى أزياء إلى أزقة، والقائمة ممتدة. أسد الله الصاوي، بي بي سي، صنعاء.